أدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في مسجد قصر الصخير. كما أدى الصلاة بمعية سموه أصحاب السمو الأنجال الكرام وعدد من أصحاب السمو وكبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وأصحاب المعالي وسعادة الوزراء وعميد السلك الدبلوماسي وعدد من أصحاب سعادة السفراء وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والعوائل وجموع المصلين. الله أكبر، 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 الله أكبر. واستمع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحضور إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، وتحدث فيها عن المعاني السامية لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن العيد مناسبة عظيمة للاحتفاء بقيم الأخوة والتواصل والتآلف وصلة الرحم، مبتهلا إلى الباري جلت قدرته بأن يحفظ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهما بوافر الصحة والعافية وطول العمر، وعلى أبناء البحرين بالخير والمسرات، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه أمنه وأمانه وعزه تحت قيادة جلالة الملك المعظم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل، وأن عيدكم هذا عيد فضيل ينبغي أن تتصالح فيه القلوب قبل أن تتصافح فيه الأكف، وأن تتعانق فيه الأرواح قبل أن تتعانق فيه الأبدان. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى،
اللهم ومتعه بالصحة والسلامة والعافية، اللهم وفقه وولي عهده الأمين، وانصر بهما دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين، ومن ظلم الظالمين المحتلين، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم وكن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، واحفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين. اللهم وانصر جيشنا ورجال أمننا وحرسنا المرابطين في سبيلك على الثغور. اللهم كن لهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم وسلم الحجاج والمعتمرين، وأعنهم على أداء مناسكهم، واغفر ذنبهم، وآتهم سؤلهم، واجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وكل عام وأنتم بخير. وقد رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجيا من الله عز وجل أن يحفظ جلالته عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي وكافة أبنائه. وتبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع الحضور التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شاكرا سموه لهم تهانيهم وتمنياتهم الطيبة. كما هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أبناء البحرين بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مملكة البحرين وأبنائها الكرام بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والسلام والتقدم والنماء. وقد رفع الحضور أصدق التهاني وأطيب التبركات وأجمل التمنيات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الجليلة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته وسموه أعواما عديدة بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، وأن يوفق سموه لمواصلة مسيرة البناء والتنمية بما يعزز من مكانة المملكة ودورها الريادي في محيطها الإقليمي والعربي والدولي تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.